تون اكتو تونس الحدث. ولذا انا نقول اذا كان المجلس هذا فقد الاراده نتاعو واصبح يعمل بتعليمات من خارج المجلس ومن جهات سياسيه رفضها الشعب يوم الانتخابات ولم تكن موجوده يوم الانتخابات، واليوم اصبحنا راهينا من حيث الاراده السياسيه لاطراف رفضهم الشعب. اذا احنا تخلينا عن الامانه. ولذا اذا كان تحبوا فضوا هالمشاكل كل سهل سهل، نعينوا السيد الباجي قايد السبسي امبراطور تونس ونحلوا المجلس اليوم ونروحوا ديارنا. تونس الحدث.